بتكلم عن الستات اللي ما بيعرفوش يسمعوا الرأي الآخر، هي مستبدة. زي مين انتصار؟ هو تقول انت قوية. زي مين انتصار؟ لو المدام بتاعتك مستبدة زي مين؟ ولبس اصفر واسمها انتصار ونو واي انها تسمع حاجة غير اللي هي ناوية تعمله دلوقتي. انا مش القطر كالعادة. القطر ماشي. ما بيقفش في محطات على فكرة، تخش في الجمهور. هو بيطلع محطة مصر بيقف في اخر الصعيد. هنقول لك على شوية حاجات لو لقيتها في زميلتك او في مراتك تأكد انها مستبدة جدا. مش هنقول كيفية العلاج. مفيش علاج اصلا للمرأة المستبدة دي. انواع الاستبداد. طب ما تتكلمي على طول. امرأة شيك بقى شيك. لا لا عارفة تحب تعمل حركات كده. طب ممكن بحب ياخد نفسي قبل ما اخد نفسي. عشان انتوا بتبقوا كاتمين على انفاسي. يا ساتر يا رب يا ستي شيل ده من ده يا ارتاح ده عن ده. والله لا نكتم عليكي ولا تكتمي علينا. احنا ما اشتكيناش. احنا اشتكينا خالص. احنا اشتكينا. بص بقى انواع الستات المستبده. الست المستبده في العموم الست المسيطره. تحب السيطره قوي زي عينيها. لازم تسيطر على الشخص اللي قدامها دايما. الناس لما بيخشوا علاقه مع بعض لازم تخلص الضحكه خالص عشان العين اول تاني. وبين ليه كملي وبين الميك اب هيبوظ نقطع عينك مرت ودمعت والرموش هتقع من مكانها. وبعدين واحنا موصمين عايزه تبين اني انا متركبه ماشي. كلنا مركبين رموش يعني جت على دي. لا لا جمالها طبيعي وبلاش الغيره. رموشها طبيعي. لا بس بقى ليه مكانس ستاير. بس بقها طبيعي، مناخيرها طبيعيه، الحسنه طبيعيه، سنانها طبيعيه. بصوا بقى المرأة المستبدة دي مرأة مسيطرة جدا، تحب دايما تسيطر على الشخص اللي هي عايشة معاه. ففي مرأة تلاقيها بتسيطر بمثلا دلعها، في مرأة تلاقيها بتحاول تسيطر بضعفها ودمعتها وكده والجو ده، وفي مرأة بتسيطر بحنانها، وفي مرأة بتسيطر بصوتها. دايما صوتها عالي، دايما هي هتاك مخوفاك مهدداك. يعني مثلا تقولك ايه لو ما رحناش المكان الفلاني مش عايزه اخرج النهارده. في 60 ده ان شاء الله عنك ما خرجتش يا بنتي. اوكي ماشي انا موافقه. طب بص بقى مش هخرج النهارده ومش هخرج الاسبوع الجاي ولا انا ولا انت هنخرج خالص بقى. هتقعد معايا في البيت جنبي. انت هتخرجي تحكمي على نفسك. انا هجيب صاحبتي هتخرج بيها في الصح. لا وريني بقى شطارتك. ايه هتمنعيني ولا ايه؟ همنعك. ولو ما منعتوش هيرجع البيت. بقول لك ايه انت عايزه تباتي متطلقه ولا متجوزه؟ لا ما يهمنيش على فكره. ماما انا جامده قوي 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 قوي. ماما ارضخي. لا انا ما برضخش. انا مره مستبده. يا مستبده يا ماما. وملبس لو ملبستش الفستان اللي انا عايزه البسه مش هروح فرح بنت اختك. معلش يا بابا. وخلي بقى المعازيم ياكلوا وشك. اي حد ياكل وشك يا ماما. ويقول لك ليه مراتك ما جاتش معاك الفرح. شفت والله العظيم يا رب. وتقول لهم بقى انا زهقان منها وهطلعها عشان افضحك بقى فضيحه بجلاجل وسط عيلتك. ماما هتفضح. واقول لهم عملت فيا ايه وايه وايه وايه. عمل فيكي ايه بابا يا بابا؟ هقول لك يا حبيبتي لما تكبري. ماشي منك لله يا بابا. كان يوم اسود يوم ما حطيت ايدي في جبهه وقلت نقرا الفاتحه. يلا خلينا نربي العيال.